وانت كمان بري عليك يا ابو حدوه حبيبي. زينت رجال الله يخلي لي اياك. اهلا ابو نوزه تعال، قام يعطيني 50 درهم مشان اقتل الكبير. وانا كمان راحت علي 50 ذهبه لاني ما رضيت اقتل ابو سطيف جاري حبيبي. لك هذا مو عرفان انه ذهب الشام برجاله؟ لك لو بيعطينا ذهبه كلياته ما بيسوى ضفر زلمه من رجال الشام. محييك يا شام. لك صحيح مثل ما قالوا، انا واخي على ابن عمي. بس انا وابن عمي على الغريب.